بسم الله الرحمن الرحيم. انا عزت مسعد عزت، معتصم في ميدان التحرير من يوم 28/6، يوم ما اعتدت علينا البلطجيه ودخلت عزاز على وزاره الداخليه. ولكن انا هبعت رساله للمجلس العسكري هقول له اذا كنت استغنيت عن الشعب وبطلت تحميه، الحمد لله احنا حامين نفسنا، بس من الواجب عليك ان انت لما يكون في اعتصام كما قال القانون ان انت تقف تحمينا من الخارج ومن جميع الجوانب، علشان خاطر ما تجيش البلطجيه اللي بتعتدي علينا كل يوم وبتندس في وسطينا، وانتوا اللي بتبعتوهم او الداخليه اللي بتبعتهم الله اعلم هم مين. ولكن انا بقول نفذوا القانون، اذا كنتم انتوا بتديوا البلاد صحيح نفذوا القانون مظبوط، ان قوانين الاعتصام معروفه، حتى اذا كانت المعتصمين دول بلطجيه هم من افراد الشعب. ولكن الحمد لله كل اللي موجودين في التحرير ثوار وشرفاء، وانتم مقصرين في حقوقنا، واحنا بنأدي واجبنا معاكم مظبوط، وانتم عارفين احنا عملنا معاكم ايه. ولما مسكنا الجواسيس بعتناها لكم انتوا اول ناس، وسلمناكم انتوا الجواسيس اول ناس، والعصابات اللي بنمسكها كلها بنسلمها في اسم قصر النيل بمحاضر رسميه، والاحراز اللي بنمسكها كلها بنسلمها في اسم قصر النيل بمحاضر رسميه. ولكن الثوار شايفين شغلهم على اكمل وجه، ولكن الحمد لله ويشهد العالم علينا كلنا وكل قنوات التلفزيون ان مفيش حوالينا اي واحد ولا اي جندي حتى من الشرطه العسكريه. وشكرا. شكرا.